السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم بالمرحله 18 19 من لعبه سير رسام الجزء الثاني. يا ريت تدعمونا بهاللايك، واذا انت جديد تشتركنا بالقناه وتفعلنا زر التنبيهات. ويلا اترككم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. هلا بيعدنا الريشي. وين وين بازوكا؟ وين حظه هذا بازوكا؟ ياكم الفزعه. انت هذا مقبض. حصرني يا عيني. شلونكم؟ اخباركم؟ لحالكم؟ هذا انت كسرها. لا ومعصبين والله. قوية يا ضربة النفس. مضبوط. وتفوتكم هون يا زلمة. انت هذا الا يفوت حيلك. بده يفوت هذا جاي يفوت. قاعد يفوت يا عم. شو فوتهم منو؟ عمركم وقف. زين ابد. ما عاد مكان. هذا راح يرجع بسرعة. عرفت لازم نطلع فوق على المدرج اللي يطلعون حتى. رجم خلصوا ان شاء الله. في واحد طرف واحد مو واحد. انت ايش ينزلون من فوق؟ ايش في هذا فوق؟ اهو علينا خلاص. ايش قالوا؟ صعد خيمتونا. هذا اخر واحد تم. ابوه ولا عديني ولا مجحش. ما يفعل علي ابوه. الله يا هاي مضربة ابوه يا جماعة. فالوين مفوت وانا مطبع. دم دم بطونة دم. انت خلص البنبكشي. عمل شي نهبلوا عليه. ما بل بنبكشي. من اولها دعابين. فرحانين؟ هلا يا ميت. هلا وين نروح هسه؟ مسكران. بيو خذين هذا الار بي جي. ايوه هاي القذيفه تبعهم. هذا ايش هذا؟ ماتين. يا عيني على ار بي جي. شوف اسع من وين راح يطلع. They'll be coming from the starboard bow. Fire them cannons and swab the poop deck. ايش هو؟
أتغلنا نستخدم القوة المفرطة. ليش أحس في واحد من وراء يضرب؟ نستخدم القوة وين ولا؟ شو ما يشيله؟ ما ظل لا أوزي لا إشي. من هذا لو هذا ولد عامي 500 واحد و ساعة دول 1000 واحد وين راح؟ وسمونك إنا حامل حلوة ذاك تصرفنا ذاك he can lick my lead. تعال تعال بدي أحطه برأسك بس تعال سولف لك أشياء كده يروح انقلع قربنا حتى رجعت عليه ما ظل لا اوزي لا بومبك فيه شوي نوب راح نشحد هذي النوب ذخيرة يا محلاء الهون عندنا 19 طلب وانا اخذت وعي ما شفنا هاي من ضربات في موتون كلهم يخلصون بسرعة شو هذا يسحب تليفون هاي منو معقولة يموتهم من يقربون يمكن ما دمي هاي كأنه تشغله ويصير من يقربون يموتون بسرعة هلا يا مية يطلعون النوبة كي هاي من الشنطة تأخذ يطلعون لازم نروح نشغل التنانين وين نروح السرق صار عندنا ذخيرة مسكر
هالمكان بده قاعدة مرتبة. منو هذا؟ وينو؟ أبو رجعنا المقاطعين. صوت واحد. هذا فوق. اكبر رجله. واحد ورانا. وينو؟ ماذا؟ في ما يطلع لها يا وين الإشارة تو أعطونا عليها؟ دوخ يا اخي. احنا جينا من هنا وشو رجعنا لفين؟ معقول فتح الباب؟ تقعد ايه يريد ينط ما قام يطلع. البندوق كابوس يا اخي. ايش قد تقر في المكان كبير وتعضل دور 10 ساعات من وين تروح ما طلع عندك البندوق. وين؟ ها من هنا ما انتبهت. من هنا اركبها. معقولة هاي ما تطير؟ كم ضربة تموت؟ واحد واحد
هذا ابو الاحمرات. ايه ما يدفع الفلوس كانوا ما اظن تجربت. والله هران ابو الاحمر هذا ما راح يطلع. هاي واحد النوم حلو. يعلق يا اخي. ما راح يطلع فوق. ما ينفع يموت ابو الاحمر. ماذا ابوهم هاشفية تخلت قريت على حالة هذا تموت ودع معلم. هذا راح استخدم معكم القوة المخططة. هاي شو هاي شو بودعت ما فتح الباب فتح. حلو خلينا خالص كله ابو هذا ابو جحاشة. هذا الزعيم كانه come out اطلع. I've got something for you. يقول لك حلوة اطلع. Oh look at these delicious lollies. شكله غير صوته غير. Yummy. No. Okay, that does it. شكله جميل على الهيئة ضخم عصر. See what you made me do. Now come out or the lolly gets it. قام يهدده بالحلوة. هذا يحب الحلوة. قل اطلع لأختي الحلوة. شكله ضخم الخير. بدنا نقدم. اوها هاي على المرحلة اللي بعد. طولنا عليكم صح؟ يبا هاي وين رجله وين ايده؟ برينس شاين. Bang the holy gong. It seems Chan doesn't like its sound. احنا جبنا هذا معانا. طب خلونا وين هو هذا شمون؟ هذا طب خلونا نضربه يا اخي يا يعني طرفه. والله نهار دم ما يعطونك مجال.
لا حويش غدي قارفو وين بدي ما ذاك بدم اختفى الدم يعني خلا عيل عن قرفكم شخذ أمي قرفوني يا سلامة لما تكون تريد تقتل حدا ويطلع لك حدا يلهيك دمه ينقص شوي وين اختفى واخيرا طلع مثل الزلم كيو طلع مثل الزلم حيرب يعني ما يضرب هذا بس خذوله خذوه شجع لو بديشي هلا انحصرنا هسا اضربنا بوكس لا يسمونا وين علفتونا دم 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 وين قام انحصر قام ما يفعل موت يا شو يتريع هاي خلينا نحفظه ما قام نقص دمه هاي شلون الحلال لاي فاول ما ينقص دمه له ذاك ويش قضيته تاو لا فعلا نلعب حوالي بلوتي معايا كل فيه وقام دا ينقص ضمه لأنه من تضرب على الخاتم ينقص ايه النقاط الصح خالص راح يودع يا هاي اللي تاخذها تقوى الضربة خالص ودع علو بي ولك لازم نجرب نشوف اذا دك مسكنا ايش راح يعمل نشوف اذا قربنا يمه معقوله يمسكني يطيرني بالهواء شو حل الظلام
ناني لعبة شو الضغط هذا مراك بوجن وهو قد عاد السلام إلى دار السنافر. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا ريت تدعمونا باللايك، وإذا أنت جديد تشتركنا بالقناة وتفعلنا زر التنبيهات واستنونا على المرحلة الجاية، ودمتم في أمان الله والسلام عليكم. بدي أشوف إذا قرب يمه إيش يصير. تعال شوفنا قوتك بس هيا بيس.